مثلا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في مختلف دول العالم، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية والتي شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة وارتفعت ارتفاعا كبيرا كاد أن يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة، الأمر الذي يتطلب وضع خطة عمل جديدة. هو ده بقى المهم، وضع خطة عمل جديدة تهدف في المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. معنا على الهاتف الدكتور مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة. برحب بيك باشمهندس ماهر. أهلا بيك، تحياتي لسيادتك وللسادة المشاهدين. يعني اولا احنا متابعين كمان الاسعار وصلت عامله ازاي في امريكا وفي اوروبا بالنسبه للبنزين وبالنسبه للطاقه، يعني فعلا يعني قاربت على الضعف. يعني هذه الازمه لو اتكلمنا عليها في ظلالها على مصر، حضرتك تقول لنا ايه؟ هو الحقيقه سوق الطاقه بالذات وعلى الاخص الوقود الاحفوري النفط والغاز سوق متوازنة جدا، وهذا التوازن دقيق للغاية، بحيث إذا حدثت أي اضطرابات يختل هذا التوازن وتحدث اختناقات وتحدث مثل هذه الأزمات التي نحن مشرفون عليها. مجرد التهديد بأن إمدادات معينة للنفط أو الغاز بسبيلها إلى الانقطاع أو أن المقاطعة ستؤدي إلى انقطاعها، مجرد التهديد بس في حد ذاته يجعل ميزان الأسعار تختل في العالم كله والبورصات تنقلب رأسا على عقب، لأن الطاقة وده اللي حصل يعني تقريبا بالضبط فندم. الطاقة هي ميزان أو يعني صمام الأمان في الاقتصاد العالمي كله. ده طبعا بالتأكيد بينعكس على مصر، ولكن لحسن الحظ مصر الآن تتمتع بمركز يعني مستقر بالنسبة للطاقة، نظرا للكشوف العديدة التي حدثت في مجال النفط والغاز. احنا لدينا كشوف ضخمة حدثت في مجال الغاز الطبيعي جعلتنا نصل إلى الاكتفاء الذاتي ونتحول إلى التصدير. فمصر الآن أصبحت أحد المنابع العالمية لإمداد الطاقة للأماكن التي قد تختنق عنها أو تحتجز عنها. دكتور ماهر، ده معناه أن احنا لا نستورد أي منتجات طاقة من الخارج؟ احنا بنستورد بعض المنتجات البترولية، المشتقات البترولية، ولكن أيضا التوسعات الحادثة في معامل التكرير والكشوف المساندة لها في الطاقة البترولية يمكنها أن تسد كثيرا جدا من الاحتياجات الداخلية. نمرة اثنين، هناك بعض المعادلات التوازنية التي يمكن يعني عملها بين مشتقات الطاقة، يعني مثلا التحول في السيارات إلى استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن البنزين، ده بيقلل جدا جدا اعتماد مصر على استيراد كميات كبيرة من البنزين من الخارج. استمرارنا في هذا الاتجاه بيؤمن استمرارية الإمدادات داخل مصر دون الحدوث بانقطاعات حادة أو خلل كبير في الأسعار. فإحنا الحقيقة الخطة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المشتقات البترولية والغاز الطبيعي مضت بشوط كبير جدا يؤمن الإمداد الداخلي. طيب هل كان في استراتيجية معينة وينبغي الآن أن نضع أولويات في هذه الاستراتيجية يعني نتيجة للأزمة التي حدثت في العالم؟ بالتأكيد إحنا طبعا المخاطر اللي بتحيق الآن بالغاز الطبيعي بإمدادات الغاز الطبيعي والنفط، نعم، بتلفت الانتباه بشدة إلى البدائل.
لأن النهاردة أوروبا بتبحث كيف تستطيع أن تستغني تماما عن الغاز الروسي، والخطة لديهم حتى عام 30. البدائل اللي هنا واضحة، الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن لها يعني سقفها الذي لا يمكن أن تتجاوزه من حيث بعض المحددات الكبيرة، وبالتالي هناك لابد من مصادر أخرى ضخمة تستطيع أن تساندها. فهنا تدخل الطاقة النووية الحقيقة كخيار يعود مجددا ليتبوأ مكانا متقدما بين مزيج الحلول القائمة، ويصبح أمرا ملحا في الوقت الحالي بالضبط، خصوصا لاقتدارها القوي على تجنب ابتعاثات غازات الدفيئة ومقاومة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. طب اللي أعرفه دكتور ماهر، لتصدير الغاز ده محتاج يعني معدات خاصة، يعني سواء في تسييل الغاز أو يعني الأنابيب اللي موجودة يعني أو اللازم توجد، يعني ما هياش متوفرة في الوقت الحالي. فالأمر ده ممكن كلام سليم. يعني احنا لو كنا عجلنا من خلال، احنا عندنا منصة ممتازة للتعاون في مجال الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وهي منتدى شرق غاز شرق المتوسط الذي تحول إلى منظمة غاز شرق المتوسط. الكلام ده لو من سنتين بس فكرنا مجموعة الدول أن تمد خطوط الغاز إلى أوروبا، كان النهاردة أوروبا تستطيع أن تستبدل الغاز الروسي بغاز شرق المتوسط ببساطة جدا وبسهولة. لكن المسألة دي محتاجة لا تزال وقت الإمداد خطوط أنابيب من شرق المتوسط إلى أوروبا. النقطة الثانية، حتى لو عندنا وسائل للإسالة، إسالة الغاز، فالدول المستوردة لابد أن تكون لديها وسائل لتغويز الغاز بعد يعني تحويله إلى غاز مرة ثانية بعد إسالته. نعم. فربما هناك دول تريد الغاز لكن ليست لديها وسائل للإسالة لتغويز الغاز المسال الذي يرد إليها، فمحتاجة وقت علشان تبني الوسائل دي. أيضا الدول التي لديها وسائل للإسالة مثل مصر، إذا أرادت أن تصدر كميات أكبر فلا بد أن توسع تسهيلاتها ووسائلها للإسالة على أرضها، وهكذا. فكل حاجة حتى لو متاحة هناك مدى زمني محتاجة لكي تتنامى إلى درجة الاكتمال التي تمنع أي اختناقات في سوق الطاقة. ففي محددات موجودة لا تزال، كلما بحثت حلا تجد قصاده محددات تمام بتمنع الوصول للتوازن اللي احنا عايزينه بسرعة. دكتور ماهر، كلما يعني وجدنا ارتفاعا في أسعار في سلع معينة يرجعون ذلك إلى الطاقة، وكأن الطاقة تتسبب في ارتفاع الأسعار في كل شيء، ايه التوابع، ايه العلاقة المباشرة ما بين الطاقة غير الشحن وغير النقل، ويعني ايه العلاقة، ولا ده ممكن يكون ذريعة لبعض التجار في جشحهم ان هم يعني يرفعوا الأسعار ويقولوا اصل الطاقة غليت، اصل البنزين غلي، اصل هو ده بالضبط. اذا ترك دون ضبط من الدولة فهناك انفلات يحدث في الأسعار نتيجة جشع التجار. يعني مثلا لو زاد سعر سي السولار مثلا 25 قرش، تلاقي بتاع الطعمية يزود لك الطعمية، سعر الطعمية 5 قروش مثلا. صحيح. في حين انه اللي هيستخدمه في الزيادة في الأسعار هيبقى قليل جدا بالنسبة للزيادات اللي بيفرضها على كل وحدة من المبيعات. دي عايزة تدخل الدولة علشان الانفلات الفظيع ده. أيوة، حصل مثلا زيادة في سعر النقل علشان الزيادة الحديثة في سعر الوقود، لكن انعكاسها على السلع فردية لا يكون بهذا الجنون ولا يكون بهذه النسبة. علشان كده يجب تدخل الدولة كضابط إيقاع ومنظم وحامي للمستهلك. صحيح. من استفزازات واستغلالات مجتمع التجار. المسألة عايزة ضبط كامل من اللحظة الأولى. مزبوط. علشان لا تنفلت ولا يعاني المواطن العادي أي ضغوط أكثر من الطاقة.